السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الفاير بومبس للهاي رايز بيلدينجز. هي طبعا يعني ما فيش اختلاف كبير ما بين الفاير بومبس العادية اللي هتستخدم في المباني العادية وفي الهاي رايز بيلدينجز، باستثناء بس بعض النوتس وفي يعني بعض الملاحظات اللي بتطبق في الهاي رايز بيلدينج. طيب الريفرنسز اللي احنا مستخدمينها ايه؟ هو NFPA 20، الهاند بوك مش الـ NFPA الستاندرد العادي، 2019 إديشن، والشابتر اللي واخدين النوتس دي منه اللي هو شابتر 5، وهو معمول مخصوص للفاير بامبس اللي بتستخدم في الهاي رايز بيلدينجز. طيب هو ليه يعني برضو نقول ملاحظة كده، ليه دايما الـ NFPA لما بيجي يذكر يعني لما بيجي يتكلم عن حاجة بيعملها، يعني لما بيجي يتكلم بيعمل شابتر للفاير بامبس بعد كده بيعمل حاجة للهاي رايز بيلدينج؟ طبعا هاي رايز بيلدينج دي بتبقى فاليبل بيلدينجز، بتبقى يعني قيمة أكتر من المباني العادية، بتبقى نسبة الخطورة فيها أعلى نتيجة يعني أهمية الفاير بروتكشن فيها عالية، لأن بيبقى دايما صعب الهروب منها. يعني لو أنا عندي هاي رايز بيلدينج سي مثلا 100 دور، احتمالية إن الناس تقدر تهرب من المبنى بتبقى صعبة جدا، وبالتالي بيبقى فيه تركيز وفيه أهمية كبيرة جدا لنظام مكافحة الحريق في المباني دي. طيب NFPA 5000 اللي هو Building Construction and Safety Code بيعرف ليه تعريفين مهمين جدا للهاي رايز بيلدينج. اول حاجه فيه الهاي رايز بيلدينج وحاجه اسمها الفيري تول بيلدينج. ايه الفرق ما بينهم؟ المعروف الديفولت العادي ان الهاي رايز بيلدينج ده اي مبنى ارتفاع ارضيه اعلى طابق فيه ده ممكن يكون الروف، او في الغالب بيبقى الروف. يعني هو المقصود بيه هنا دور الروف مش الدور اللي قبل الروف. A building where the floor of an occupable story is greater than 75 feet اللي هي 23 meters 23 متر. هل متقاسة من الجراوند ليفل اللي هو ليفل الشارع؟ لا، مش أي ليفل، هو ليفل the lowest level of the fire department vehicle access، يعني الليفل اللي هتقف فيه عربية إطفاء الحريق. يعني ممكن يكون مثلا سي الليفل الشارع عندي على زيرو، بس المكان اللي هتقدر تقف فيه عربية الحريق جنب المبنى على سي مثلا ماينس 5 مترز، ماينس 5 متر من مستوى الشارع، يبقى ده الليفل اللي هبدأ أقيس منه ال 23 متر بتوعي. فلو عديت من الليفل ده 23 متر لأعلى دور اوكيوبابل، يعني اعلى دور هيبقى في نسبه اشغال من الافراد جوه المبنى ده، يعني الروف لو في جزء منه، الروف بتاع المبنى في جزء منه هيبقى موجود فيه اشخاص، يبقى انا اعتبره ان ده اوكيوبابل فلور، وده اللي هيتقاس منه 23 متر. اعلى من 23 متر الارتفاع اللي احنا قلناه ده، يبقى انا كده classified as a high rise building. طيب في تعريف تاني اللي هو very tall building اللي هو ممكن مبنى طويل جدا، يعني high rise وبنسبة عالية كمان، يعني بارتفاعات عالية جدا. ايه بقى المبنى ده؟ هو المبنى لما اللي فيه ال fire protection water demand exceed the pumping capacity of the fire department، يعني عربية اطفاء الحريق لما تيجي والاشخاص المدربين على اطفاء الحريق، الكباسيتي بتاعة البومبس اللي هتضخ الووتر للمبنى ده أو الفيري تول بيلدينج ده هتبقى عالية جدا، أعلى المبنى ارتفاعه عالي جدا مش هيقدر يتغطى بالكباسيتي بتاعة البومبس، يبقى ساعتها بنعرفهم فيري تول بيلدينج. يعني أنا ممكن يكون عندي هاي رايز بيلدينج أقدر أغطيه زي مثلا 28 متر أو 30 متر، أقدر أغطيه بالبومبس اللي موجودة جوه الفيكل بتاعة أطفال الحريق، لكن الفيري تول بيلدينج هو المبنى اللي انا مش هقدر فيه اعمل القصه دي. طيب ملحوظه كمان، الهاي رايز بيلدينج في الهاي رايز بيلدينجز دايما لازم نضمن ان الفاير بامب روم يبقى ليها اكسس، دايركت اكسس من الشارع بره او من خارج المبنى. ليه؟ لان دايما لو في اي كنترول، هي طبعا هي تعتبر قلب المنظومه بتاعه اطفاء الحريق،
فبالتالي لازم يبقى ليها دايركت اكسس من بره المبنى او من خارج المبنى. طيب لو انا مش هقدر اعمل، يعني زي مثلا لو انا عندي هاي رايز تاور 30 دور وفي 3 ادوار تحت الارض تشمل بدروم ومثلا بدرومين او 3 بدرومات، فلازم نضمن ان الفاير بومب تكون موجوده في الفيرست، يا اما في الجراوند فلور يعني ليها مدخل من الشارع من بره على طول، او في اول بدروم بحيث نقدر نوصلها على طول. طب لو مش هنقدر نحقق ده بنعمل ايه؟ لازم يبقى في باسج ويز، بروتكتد باسج ويز اوف فاير ريزيستنت ريتنج، يعني يكون ليها ريتنج زي وزي الاكزيت ستير ويلز at the level of the bomb room، يكون ليها نفس الفاير ريتنج ده عشان أقدر أحمي الستيرز. حاجة كمان بيقول لك للمباني الأعلى that exceeds 91 meter in height fire fighting and fire department operations in most jurisdictions are totally reliant on fire bombs within the building. يعني لو ارتفاع المبنى بتاعي أعلى من 91 متر يبقى أنا كده لازم يبقى اعتمادي اعتماد كلي على طرمبات الحريق. طيب لو أنا بقى أعلى من 152 متر، وش معنى 152 متر؟ لأن نسبة الضغوط هنا بتبقى عالية جدا، أنا كده ممكن بعدي ال 24 بار. إيه ال 24 بار ده؟ أعلى ضغط تقدر تشوفه منظومة الحريق. إحنا عارفين في NFV 14، وممكن هنبقى نتكلم في فيديو منفصل لـ NFV 14، إن أعلى ضغط جوه منظومة الحريق ما ينفعش يزيد عن 24 بار. طب في الارتفاعات العالية أوي دي جدا بيعتمدوا على إيه؟ ما بيعتمدوش على بقى إن هو يعمل ايفاكيويشن للأوكيبنتس أو إخراجهم بره المبنى ويعمل خطط هروب، لا هو بيعمل إيه؟ هو بيعمل بيعتبر المكان ده لازم يحميهم جوه المكان. يعني سيء لو الأشخاص جوه مكاتب إدارية في ارتفاع مثلا 130، الدور ال 130، خلاص هو بيخلي الاشخاص دي مكانهم وبيبدا يحميهم بالطرق المتاحه. طيب في الهاي رايز بيلدينجز برضو مسموح، يعني بيسمح ان تانك الميه والحريق يبقوا الاثنين كومبايند. ده على اخر فيرجن اللي هي 2019، كان في بعض الاكواد خصوصا في الجالف اريا بيحب يفصل تانكات الووتر الدوميستيك عن تانكات تانكس اوف فاير بروتكشن، بيفصل ده عن ده، وبالتالي ان اف في لا مش مانع الكلام ده حتى في الهاي رايز بيلدنج. وبيقول لك ان انت تقدر تعمل كومبايند دوميستيك اند فاير ووتر تانكس جوه نفس الكباسيتي، تتخزن جوه نفس الخزان. وين ا ووتر تانك سيرفيس دوميستيك اند فاير بروتكشن سيستمز ذا دوميستيك سبلاي كونكشن. طيب بيقول لك بقى لو هتعمل كده لازم تعمل ايه؟ ان الدوميستيك سبلاي كونكشن دي شال بي كونكتد ابوف ذا ليفل ريكوايرد فور فاير بروتكشن ديموند. يبقى لازم الكونكشن الخاص بالدوميستيك ووتر سبلاي تكون اعلى زي ما احنا شايفين في الصوره كده، اعلى من الكونكشن الخاص بالحريق. طب ده اهميته ايه؟ يضمن، عشان نضمن ان ساعه حدوث حريق يبقى اللي فيه ريزيرف كافي، او الريزيرف الكافي او اللي انا مصمم شبكتي عليه شبكه الحريق عليه يقدر يستحمل الكميه دي. طيب عادة الفاير بامب روم بتتكون من إيه؟ بتتكون من إلكتريك فاير بامب وديزل فاير بامب وجوكي بامب. بالنسبة للإلكتريك بامب هي عادة أو في أغلب المباني بتبقى متوصلة على برايمري باور سورس أو إلكتريك سورس، ده بيبقى هو نظام التغذية الرئيسي أو الأساسي الموجود في المبنى. في الهاي رايز بيشترط عليك إن حتى لو أنت هتستخدم ستاند باي ديزل بامب او حتى ستاند باي الكتريك بامب تانية، الالكتريك بامب البرايمري لازم يبقى ليها الترنيت باور، بحيث لو البرايمري سورس حصل فيه فيلير او مش مغطي الشبكة بتاعتي بنقدر ان احنا نشغل الالترنيتيف باور ده ريليبل الترنيت سورس اوف باور اور باك اب shall be provided for the fire bomb installation. طيب
عادة الفاير بامبس الموجودة في الهاي رايز بيلدينج بتقدر تغذي مالتيبل ستاند باي زونز. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى عندي لو زون وميديوم زون وهاي زون. المالتيبل ستاند باي زونز دي اقدر اغذيها من نفس الفاير بامبس. طب واحنا ليه عادة بنعمل الزوننج ده؟ نتيجة لاختلاف الضغوط. يعني انا عند كل دور ببقى محتاج ضغط مختلف عن الدور اللي قبله، فبيجمعوا كل مجموعة ادوار على زونة واحدة أو على ستاند باي واحدة. ممكن يتحط لها بريشر ريجوليتنج فالفز أو ما يتحط لهاش، هي على حسب، بحيث إن الضغط ما يزيدش عن الضغط المتصمم عليه اللي هو ال 12 بار. طيب برضو بيتعمل للفاير تانكس المستخدم في الهاي رايز أو الفاير بومبس اللي في الهاي رايز، بيتعمل فاير ديبارتمنت كونكشن. The most urban fire departments have the capability of getting sufficient water at sufficient pressure up to the top of 61 meter. يعني بيقول لك إن الـ fire department connection تقدر تغذي المبنى بتاعي لحد 61 متر. وبرده في fire department connection بنقدر منها نغذي المبنى لحد ارتفاعات 107 meters. طيب آخر جزء هنتكلم فيه، بيقول لك معلومة مهمة جدا جدا في بتميز الفاير بامبس أو الفاير تانكس اللي في الهاي رايز عن المباني التانية، قصة إن أنت لازم تعمل حاجة اسمها أوتوماتيك ريفيل فالفز. إزاي؟ بيقول لك للفاير ووتر تانكس at elevated floors in high rise buildings, refill valves are required to provide automatic refill. يعني ايه؟ نتيجة ان مثلا ممكن بكون حاطط عندي خزانات وفاير بامب روم في ارتفاع عالي، وان الخزان او الخزان الخاص بالبومبس دي مش هقدر املاها او اعمل له ريفيلنج من وقت للتاني، فبيعملوا ايه؟ بيعملوا اوتوماتيك ريفيل. يعني ايه؟ يعني الميه اللي بتتسحب من لترمبات الحريق او بواسطه طرمبات الحريق نظام الاصفار، اللي هي ممكن تبقى كباستي 500 جي بي ام، 750 جي بي ام، 1000 جي بي ام، بيعمل لها تعويض بالكامل في نفس الوقت اللي بتتسحب فيه المية. يعني الطبيعي في الخزانات اللي في المباني العادية انت بتعمل ايه؟ بتعمل كونكشن وصلة 110 مللي مثلا. الوصلة دي سي لو انا كمية المية هتتسحب في ساعة، الوصلة دي ممكن تملا لي الخزان في ايه؟ في 8 ساعات، يعني بمعدل اقل من معدل السحب. الهاي رايز بيلدينجز بيقول لك لا، انت المفروض تعوض بنفس المعدل اللي انت بتسحب بيه، بتعوض المية بنفس المعدل اللي انت بتسحب بيه. The refill rate equal to the system demand is a necessary part of the redundancy for buildings where the height exceeds the bombing capability of the fire department. يبقى الارتفاع بتاع the height of the building لما بيعدي the bombing capability of the fire department، يبقى لازم ساعتها نعمل automatic refill valves. وبكده نكون برضو يعني في الصورة دي بنوضح موضوع المالتي زونز. يعني لو أنا عندي الخزان أهو، ودي عندي السكشن بايبس اللي رايحة للفاير بامبس، نقدر نغذي بالجرافيتي لزون للور زون، يعني الضغط عالي في البايبنج للور زون، نقدر نغذي الشبكة بتاعتي عند زونز واطية، والفاير بامبس تغذي الزونز اللي موجودة في نفس الدور أو في أدوار أعلى. يبقى أنا كده قدرت أعمل مالتي زون سيستم ويز مالتيبل ستاند بايبس. دي كده بعض الملاحظات الخاصة بالفاير بامبس في الهاي رايز بيلدينجز. شكرا.